واحد من الشخصيات المحببة إلى قلبنا في الفترات الأخيرة، يعني اسم يتردد كثيرا، هو آراؤه ذكية وحكيمة وكمان دايما معلوماته رائعة، سيادة السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون. يا فندم صباح الخير على حضرتك، مشرفني ومنورني. صباح النور استاذ كريم، وميرسي على التقديم المتميز ده. انا كفايه ان انا اتشرف ان انا اكون على قناه القناه الاولى والشاشه الرسميه للتلفزيون المصري. اشكرك يا فندم، ده شرف كبير لينا. طمنا على الوضع الان في الكاميرون، بعثه منتخبنا الوطني ابلغت انها هتوصل امتى ان شاء الله؟ عشان في تضارب شويه هنا، في كلام انه يوم الجمعه، في كلام انه يوم السبت، ده من داخل اتحاد الكره الجديد نفسهم، يا الجمعه يا السبت، فاكيد حضرتك عندك المعلومه الاكيده والنهائيه عن وصول بعثتنا الى الكاميرون. الحقيقه انا طبعا يعني من امبارح وفي لغط كثير بيدور حوالين تاجيل وصول المنتخب الى يوم السبت بدلا من يوم الجمعه كما كان مفترض. انا حتى اوريدي حجزت وهكون موجود من يوم الجمعه صباحا في شرف استقبال المنتخب الوطني كما كان مزمعا. ولكن الحقيقه امبارح انا تواصلت مع الجانب الكاميروني اللي اكد لي ان هو ما فيش حاجه او ما فيش ما يمنع، لان الكلام كان امبارح على ان المطار لن يكون مستعدا لاستقبال طائره مصر للطيران قبل لتقل المنتخب الوطني قبل يوم السبت، ويوم الجمعه مش هيكون مناسب. فانا كنت يهمني اتاكد من النقطه دي من هذا الموضوع. النهارده تواصلت الحقيقه، او بمعنى اصح تواصل معايا الكابتن وائل جمعه اللي اكد لي ان هيحصل تغيير وان ده بناء على رؤيه الجهاز الفني. وطبعا نتفهم جميعا، لان لما حضرتك طالما ما فيش ماتشات وديه من المنتظر اقامتها قبل مباراه نيجيريا يوم 11، يبقى قد يكون من الافضل ان الفريق يظل يتدرب في مصر حتى اخر دقيقه قبل الوصول الى الذروه في الكاميرون. وبالتالي فمن هنا جاءت الرؤيه بتاعه المنتخب الوطني لتاجيل القدوم بدلا من الجمعه الى يوم السبت. وتم الاتصال بالفعل بالسلطات المعنيه في مصر للطيران والطيران المدني للترتيب. وانا لما بلغت برضه بلغت الاجهزه كلها الكاميرونيه عشان يتم تاجيل مراسم الاستقبال اللي كانت هتتم للمنتخب بدلا من يوم الجمعه الى يوم السبت ان شاء الله. طيب. نقدر ناكد للجماهير ان المنتخب هيوصل الكاميرون يوم السبت ان شاء الله وحدود الساعه 7 او 8 مساء باذن الله. عندي اسئله كتير لحضرتك، بس بالنسبه لي اهم سؤال بعد السؤال الاول هو الوضع بالنسبة لكورونا في الكاميرون حاليا، الوضع بالنسبة للإجراءات الاحترازية عاملة ازاي؟ دي حاجات نحب نطمن بيها على منتخبنا وبعثتنا بإذن الله في الكاميرون خلال هذه الفترة. الحقيقة يعني الحقيقة موضوع الإجراءات الاحترازية والوضع في الكاميرون، خلينا الأول نتكلم على الأوضاع فيما يتعلق بجائحة كورونا في الكاميرون. الحقيقة ده كان مسار انتقاد وربما يعني تندر المسؤولين الكاميرونيين عندما اثير هذا الموضوع. زي ما كلنا متذكرين ان اول من اثار هذا الموضوع هو اتحادات الانديه الاوروبيه اللي كانت قلقه من ارسال لاعبيها من دول الوصول الافريقيه للمشاركه في البطوله في الكاميرون، تخوفا من ان هم يرجعوا بامراض وما الى ذلك من نتيجه جائحه الكورونا. وقع الامر ان الارقام في الكاميرون وكثير من الدول الافريقيه الحقيقه متدنيه للغايه. وبالتالي كان الراي دايما اللي بيتقال او وجهه النظر اللي بيتقال هو المفروض مين يخاف من مين؟ يعني هل الافارقه هم اللي يخشوا الجانب الاوروبي او العكس؟ لان النهارده الارقام اللي بنسمعها في اوروبا ارقام مخيفه، دول كثيره بتقفل حدودها امام بعض الدول الاوروبيه الاخرى واخرى في طريقها للاغلاق وما الى ذلك. يعني الخوف كله موجود في اوروبا وليس موجود في منطقه وسط افريقيا على الاقل، لان طبعا الجنوب الافريقي احنا عارفين ان هو اول من ظهر فيه الاوميكرون المتحول الاخير. ولكن احنا بنتكلم النهارده على ان واقع الامر ان الكاميرون الارقام فيها ارقام متواضعه وارقام في الاطار الطبيعي زي كل الدول الطبيعيه في العالم. وبالتالي فما فيش مجال للتخوف، فده كان جزء يمكن من الضغط اللي تم. لكن واقع الامر ان شاء الله ان احنا ما عندناش هذه الارقام المخيفه او المقلقه، وفي نفس الوقت لن يسمح زي ما سبق ووضح الاتحاد اللجنه المنظمه والاتحاد الكاميروني
المشرف على تنظيم العدولة ان لن يسمح بدخول اي مواطن او اجنبي الى الملاعب ما لم يكن قد حصل على جرعتين التطعيم، بالاضافه الى تحليل بي سي ار حديث لا تزيد مدته عن 72 ساعه او تحليل اجسام مضاده لا تزيد مدته عن 24 ساعه. يعني عشان نخش الاستاد لابد ان يكون معنا الاثنين مع بعض، تطعيم بالاضافه للبي سي ار، والا لن يسمح بدخول المواطنين او الجماهير الى الملاعب. وانا عشان كده واخد شهاده التطعيم بتاعتي طبعا، وان شاء الله عشان اتمكن من الحضور والمشاهده. وعلى فكره بالمناسبه احب اطمن الجماهير عشان اللي هيحب يجي ويحضر، الكاميرون الحقيقه قررت منذ البدايه مجانيه كافه التحاليل اللي بتتعمل في اطار الكورونا، سواء تحليل البي سي ار او الاجسام المضاده، هي تحاليل مجانيه من اول يوم. عظيم. حتى لا يكون يعني سعر التحليل المرتفع عائق امام من يشك في مرضه ان يحمله، وبالتالي يقوم بعدوى الاخرين. وعلشان كده هي التحاليل مجانيه من اول يوم، ومش بس للكاميرونيين، للكاميرونيين والاجانب والمقيمين والمسافرين. يعني انا وانا مسافر بحتاج تحليل بي سي ار عشان اقدر اركب الطياره، بيتعمل لي مكانا انا او غيري يعني. عظيم جدا. فدي طيب، هي نقطه تحسب للكاميرون بمناسبه اطار محاربتها لهذا المرض. ده من اول لما ظهرت الجائحه، يعني من فبراير ويناير 2020. بمناسبة الجماهير، عند حضرتك يعني رقم تقريبي لعدد الجماهير المصرية المتوقعة تبقى موجودة في أول مباراة قدام المنتخب النيجيري، ولا لسه الأمور دي مش واضحة؟ أنا الحقيقة يعني مش عايز أقول مش واضحة ومش عايز أقول واضحة، لكن أنا عايز أقول إن أنا تقريبية مش مبسوط قوي، مش مبسوط. إن الحقيقة حتى هذه اللحظة حسب اتصالاتي مع مكتب مصر للطيران في الكاميرون، مفيش حجوزات مؤكده بالنسبه لحضور الجماهير المصريه حتى الان. في بعض الحجوزات المبدئيه مفيش لسه حاجات كونفيرم، ومع التكرم يعني حاطط الناس كلها ان مصر للطيران جاهزه ومستعده لخدمه الجماهير المصريه بترتيب الخطوه الثانيه اللي هي بعد وصولهم الى مطار دوالا العاصمة التجارية للكاميرون، ترتيب بقى الطيران الداخلي اللي هينقلهم من دوالا إلى جروة، لأن المسافة بعيدة ولابد من طيارة. مصر الطيران مستعدة، لكن الجماهير هي اللي لسه يعني مكسلة يمكن شوية، وربما يكون السبب في أن الناس عارفة أن لابد من التطعيم. وزي ما حضرتك عارف إحنا برضو رغم كل مساعي الدولة في تطعيم المواطنين، لكن المواطنين مش كلهم الحقيقة بيسعوا لهذا الموضوع، فبالتالي عدد الناس المتطعمه قليل، ومش هيقدر يحضر ما لم يكن حصل على جرعتين التطعيم زي ما قلنا قبل كده. هل تلقيت؟ انا اتمنى يعني ان الجماهير تبتدي تشد حيلها، خاصه وان مدينه دروه اللي هيتعب فيها اول مباراتين لينا مع نيجيريا ثم غينيا بيساو، هي تبعد حوالي 100 كيلومتر او اكثر شويه من الحدود النيجيريه، وبالتالي من المتوقع ان احنا هنلعب في جو حماسي نيجيري عالي جدا. وده نقطه يعني لازم نكون كلنا عارفينها، ان الملعب هيبقى 90% منه ان لم يكن اكثر من النيجيريين او الكاميرونيين اللي بيشجعوا نيجيريا علشان متخوفين من مقابله المنتخب المصري. ففي الحالتين الناس كلها هتبقى بتشجع نيجيريا علشان بيخافوا من مصر. طبعا انا عارف ان منتخبنا ادى هذه المباراه وزياده واكثر منها ان شاء الله، لكن في نفس الوقت يعني نفسي يكون في جمهور مصري، علشان احنا كلنا لابد ان ندعم هذا المنتخب ونقف وراه عشان يسعدنا ويفرحنا ان شاء الله يوم 6 فبراير بكاس الكوكب. اول ما تشوف اول مباراتين مع منتخب مصر ان شاء الله نكسبهم بالست نقاط، هتلاقي افواج مصريه كبيره جايه على الكاميرون بتشجع منتخبنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، دي نقطه مهمه زي ما حضرتك بتقول، لان فوزنا على منتخب نيجيريا ان شاء الله هيساعدنا على تخطي حتى دور ال 16. صحيح. لان ساعتها هنلاعب واحد من احسن توالد. وعاده اللي بيوصف بس ان هو يكون احسن توالد معناها ان هو حتى لم يتمكن من تحقيق المركز الاول او الثاني. لكن في الوقت اللي احنا لو لم نتمكن من الفوز على نيجيريا او حدث لا قدر الله العكس، هنكون في المركز الثاني، ده معناه ان احنا ممكن نلعب المجموعه او بطل المجموعه اللي فيها الجزائر، وانا لا انصح بمقابله الجزائر في بدايه المشوار. بص يا سياده السفير، انا يعني على مدار شغلي الاعلامي يعني، وانا عملت مع حضرتك مداخلتين او اكثر يعني، انا اول مره يعني التقي شخصيه دبلوماسيه لها خلفيه كرويه بهذه القوه، فانا بكلم حضرتك دائما بخلفيه كرويه، ببقى نفسي اسالك في امور فنيه كمان يعني بالمناسبه يعني.
والله احنا عندنا في الخلفيه اللي بيخش في موضوع لازم يخش فيه صح. صح كده. والا يستنى، فاحنا بنحاول على ما تتخيلش على فكره ولا الساده المشاهدين انها جت كده. احنا بنذاكر وبنقرا وبحاول اشوف من كل المصادر المصريه والاجنبيه علشان اقدر اعرف انا واقف فين، عشان اقدر اكون اضافه جيده لمنتخبنا وانا موجود معاه. بس ده ما يمنعش يا فندم، بس ده مصري بنتمنى ان احنا نخدم هذا المنتخب عشان يحقق امامنا. فانا اتمنى ان شاء الله يكون هذا هذه المذاكره زي ما بيقولوا تجيب نتيجه ان شاء الله. بس هي بين السطور كده يا استاذ سفير، هي مش مذاكره بس، واضح ان حضرتك مشجع كرة تقيل يعني، بتحب الكرة جدا، ده بعيد عن المذاكرة. لا يا فندم، يعني أنا قلتها قبل كده والناس زعلت مني. كنت أنا لم أقول أنا بشجع أي نادي، وإن كنت بحب النادي الأهلي جدا، لكن أنا مش هقول أنا بشجع مين، مش عايز حد يزعل مني. واضحة، ده اسمه التصريح الدبلوماسي يا فندم. ده التصريح الدبلوماسي الذكي يعني. ده يعني كل الانديه اللي بتيجي وبتشرفنا، وجالنا مؤخرا كان من فتره جالنا كان النادي الاسماعيلي وشرفنا هنا وكان بيلعب القطن الكاميروني، والحقيقه ناس كلها على مستوى هو الحقيقه يعني الواحد مبسوط بكل الانديه المصريه لما بتيجي تلعب في الخارج، وقد كده بتبقى مشرفه وبنبقى كلنا كسفراء وكدبلوماسيين وكجمهور فخورين الاحترام وفخورين بالادب وفخورين بالمستوى اللي بيعبر فعلا عن بلدنا. لان لا هو بتنسى الاهلي والزمالك وكده وبيفتكروا ان دولت مصريين. احنا لازم نعبر عن بلدنا بالظبط. هو الاهم يا فندم دلوقتي ان احنا نبقى كلنا مشجعين لمنتخب مصر، هو ده الاهم بقى من كل حاجه. لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا خلاف، احنا بنشجع منتخب مصر. طيب، كعادة النجوم في البطولات الكبيرة بتطلب اتحاداتهم أو الأجهزة الفنية يبقى عليهم حراسة خاصة، هل طلب هذا الأمر بالنسبة لمحمد صلاح في هذه البطولة؟ خلينا أكون أمين مع حضرتك، أنا الحقيقة يعني لم يطلب مني شيء، ولكن أنا برضو من منطلق محاولتي إن أنا كسفارة لمصر موجودة هنا، لابد إن أنا أتخذ كل السبل لحماية أي مصري موجود. وحكم معرفتي بحجم الكابتن محمد صلاح طبعا، وبحجم وحب جماهير للمنتخب الوطني ككل، انا تواصلت النهارده تحديدا مع رئاسه الجمهوريه الكاميرونيه. انا الحقيقه فضلت ان انا اوصل لاعلى درجه ممكن اوصل لها، رئاسه الجمهوريه الكاميرونيه، وطلبين بشكل محدد. الطلب الاولاني هو حمايه اللاعبين في اثناء تدريباتهم وتحركاتهم، وبالذات الكابتن محمد صلاح. احنا شفنا كلنا اللي حصل في انجولا، ومحدش عايز هذا الموقف يتكرر مره ثانيه، رغم ان الحقيقه الكابتن محمد صلاح الراجل الحقيقه وقف وما رضاش ان هو يعمل اي موقف مخزي او محرج للمتفرجين اللي حاولوا ان هم يقربوا منه، رغم ان ده في خطوره عليه، لان محدش ضامن برضه رغم كل الاجراءات الاحترازيه ان ممكن يكون حد حامل مرض معين او يؤذي ما اعتبره ايقونتنا المصريه. فانا طلبت هذا الطلب من رئاسه الجمهوريه، والطلب الثاني الحقيقه ان انا طلبت بالذات قبل الماتش الاولاني ان يكون في محيط الفندق اللي هيقيم فيه المنتخب الوطني حراسه مشدده، ومنع اي نوع من انواع التشجيع الافريقي المعروف. حضرتك عارف طبعا ان هم بيبقوا غاويين ان هم يقعدوا يطبلوا ويزمروا والابواق والفوفوزيلا ويمنعوا حتى الناس انها تنام. صح. وده بيبقى هدفهم عشان اللاعبين يبقوا تعبانين وما يقدروش يلعبوا كويس. والحمد لله يعني السكرتير الرئيس اللي انا كلمته وهو من الشخصيات المؤثره والقويه جدا في الكاميرون، وكان هو اللي نزل مصر بنفسه لو حضرتك تتذكر عشان يحضر اللجنه التنفيذيه اللي اقرت حق الكاميرون في تنظيم البطوله، كان الكلام ده الشهر اللي فات، واقرت حق الكاميرون هو بنفسه اللي نزل علشان يحسم الامر، وفعلا تم حسم الامر، وفي نهايه اليوم اعلنوا ان الكاميرون هتنظم البطوله في محل. هذا الشخص شخص قوي جدا وشخص قادر على الوفاء بوعده، وهو وعدني انه هيبلغ السلطات، واذا احتاج الامر لمزيد من قوات الامن لاتخاذ اللازم لتنفيذ الطلبين بتوعي هيقوم بهم ان شاء الله. فما فيش ان شاء الله من الناحيه دي اي مشكله.
وانا بتصور ان الكاميرا مش من مصلحتها يحصل اي حاجه من شانها ان تعكر صف هذه البطوله اللي هم ما صدقوا حصلوا على شرف تنظيمنا بعد 4 سنين من الانتظار. صحيح. زي ما حضرتك تتذكر في 2019 ما كانوش جاهزين ومصر نالت هذا الشرف. والمره دي الحقيقه احنا بنامل في ان هو يعني المره دي بقى نرجع بكاس البطوله من هنا. دايما بهزر حتى مع اصدقائنا في الكاميرون وبيقولوا لي ان احنا تحت امر المنتخب ولو محتاجين اي حاجه اقول لهم لهم الحقيقه بلغوني طلبهم الوحيد ان انتم تلمعوا بكاس كويس عشان ناخدها نتلمعها احنا اللي يا فندم مشجع كوره والله حضرتك مشجع كوره كبير كمان الحاجات دي بتاعتنا انا عارفها عظيم جدا بس فهم الحقيقه يعني يعني الجو ودي جدا وفي حب لمصر وحب المنتخب المصري وحب للجماهير المصريه. جالك يا فندم على مدار سنين وسنين. عظيم. مع الدول الافريقيه جميعا. عظيم. جالك كم طلب حتى هذه اللحظه لتيشيرت محمد صلاح؟ لا انا بطلت عد بعد ما وصلت حاجه و40 بقى بطلت عد خلاص بقى صح خلاص. يعني انا هقول حاجه لحضرتك وربما يعني تكون مسليه للساده المشاهدين. في بعض الادويه الوقائيه اللي طلبت مني علشان المنتخب فالحقيقه الادويه نادره جدا ومن الصعب الحصول عليها. فرحت اجزخان من اكبر الاجزخانات فالدكتوره اللي في الاجزخان بتقول فبقول لها انا محتاج الدواء كذا ومحتاج منه كميه كبيره. اتخضت الحقيقه من الرخاء اللي قالت لي هو حضرتك عايز الكلام ده كله ليه؟ فقلت ده علشان المنتخب الوطني بتاعنا وما الى ذلك. وفوجئت بان البنت عاده هنا الواحد عشان يعمل اوردر لاي دواء بياخد له مثلا اسبوع 10 ايام على ما بيجي. طبعا. البنت الحقيقه قالت لي انا اوعدك ان انا هجيب لك الدواء ده بكره. هايل. وخدت اجازه من وظيفتها ونزلت مخصوص المركز الرئيسي علشان تجيب الادويه وطلبتني الظهر ثاني يوم وقالت لي انا جاهزه بالدواء ارجوك تعالى استلمه. الغريب بقى ان هو قالت لي يعني طبعا خدت فلوس طبعا ده الاجزخانه والكلام ده كله طلبت مني قالت لي انا كل ده بعمله علشان تجيب لي تيشيرت الكابتن محمد صلاح بتوقيعه. بس قلت لها والله انا هحاول بس انا نفسي مطلوب مني لاسرتي ومش عارف النهارده احنا يهمنا بس نسيب لي تيشيرت واحد يلعب فيه لان بالشكل ده الحقيقه الراجل يعني ما عندهم ما فاضلوش تيشيرتات انما حضرتك عارف ان هو يعني هقول لحضرتك برضو حاجه ثانيه. اتفضل. انا النهارده لما كنت بكلم سكرتير السيد الرئيس وبكلمه على محمد صلاح فرد عليا رد الحقيقه اشعرني بسعاده وخجل في نفس الوقت. قال لي محمد صلاح مش ايقونه مصريه، محمد صلاح ايقونه افريقيه. الله. واحنا كلنا من مصلحتنا نحافظ عليه، الحقيقه دي كلمه والله اللي قالها لي وانا بحلف والله يعني لان قد كده ده سكرتير رئيس الكاميروني. حد من حب الجماهير يحاول وده انت عارف الوضع اللي احنا فيه والكورونا وما الى ذلك وفوجئت بالرجل هذا رده يعني. فالحمد لله واللي عايز اقوله صحيح كابتن محمد صلاح له شعبيه جارفه لكن حضرتك هتستغرب لما تعرف ان كتير من الجماهير الكاميرونيه عارفين اللاعبين واحد واحد. يا غير محمد يعني صلاح. حتى ما اثير في مصر حتى ما اثير في مصر عن استبعاد بعض اللاعبين وضم بعض اللاعبين الاخرين وما الى انا لقيتهم واخدين بالهم وبيسالوني هو ليه اللاعب الفلاني لم يتم ضمه للمنتخب بس ده احسن يعني محللين ومتابعين وعارفين الاسماء كلها. الله. فلا احنا لينا الحمد لله قيمه كبيره في افريقيا وربنا يقدرنا ونحافظ عليها وده بيتم بس بالشغل المتواصل والتواصل المستمر كمان ان شاء الله. اشكرك يا فندم انت نورتنا وشرفتنا السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون دايما مداخله قيمه وسريه وفيها كلام عظيم جدا ورائع جدا. بحب انا الناس اللي بتتكلم بالروح وبالقلب دي ودايما عندنا الدبلوماسيه المصريه في اي مكان في العالم حاجه منتهى التشريف وحاجه منتهى الروعه حاجه عظيمه جدا.